بالنسبه لي ان النتيجه ايجابيه، يعني الكل كان كينتظر يعني المباراه تكون صعيبه. الحمد شوف لله تي يعني في اللاعبين بويما. قاموا بالدور ديالهم، وكانت يعني كتحس بان اللاعبين يعني عندهم رغبه ديال الفوز، يعني تبين لنا كذلك ان المدرب عنده شخصيه داخل قاعه الملعب. نتمنى ان شاء الله ان تبقى عندهم يعني تبقى عندهم يعني الرغبه ديال الفوز، ان شاء الله نرجعوا للفريق الوطني، نرجعوا يعني للثقه الصحيحه ديالو. كنظن شوف تي في المباراه بويما المقبله ما غاديش تكون سهله، خصوصا ان الفريق الوطني الان يعني انتصر بهدف لصفر. كنظن ان اللاعبين خاصهم ما يتغروش، خاص الكل يعني يلعب مباراه يعني كيف لعبنا اليوم المباراه، خصنا نلعبوا المباراه ديال العوده ان شاء الله هنا بالمغرب، يعني تكون يعني الجديه داخل رقعه الملعب، وما نستغلوش بالخصم خصوصا اننا فزنا عليه في الميدان ديالو. فكنظن ان اللاعبين يعني بقاو مركزين في المباراه ديال العوده ولعبوا بنفس الطموح بنفس الرغبه. كنظن ان الفريق الوطني غيحصل على نتيجه ايجابيه، وغادي نشوفوا ان شاء الله مباراه اخرى خصنا نلعبوا بالميدان ديالنا وامام الجماهير ديالنا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.